ريان عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، العمر 20 سنة، طالب جامعي. هوايات كرة القدم والفريق اللي أعشق صراحة أوروبيا ريال مدريد وسعوديا النصر. الشخصيتين اللي بحبها هي سلفر والسندباد، لأني أحب أكون شيء قيادي، ما أبغى أكون إنسان عادي. اللي خليني أنا أنرفز توب توب إذا كنت ماسك الجوال وجاء أحد شاله من يدي. بس هذه هي. طيب وتفكيري قديم.